ولا قبل ما ندخل اسئله المدربين نبدا بهذا الحجر هذا وهذا القرار الجديد. دابا انا بغيت غير نفهم المغاربه. دابا هاد كورونا واش كتخرج في 8 الليل؟ خاصنا شرح. ما فيها عيب، هادو مغاربه ماشي البهايم. هذا راه باشا الانساني حق عليك تشرح لي ولي نصح لي، ولكن حنا ماشي البهايم. اش هو البهايم؟ هو اش قالك دير قرار؟ دابا غا جاوبوني، انا بغيت نعرف راه القمه ديال شي حوايج ما كنلقى لهم الجواب. ما معنى بالنهار نخليك في القهوه؟ دابا القهوه فضل اللي كنهضر معكم حاليا ولا ما حالاش؟ الناس مقهويه، علاش غدا بالليل القهوه ما تبقاش؟ فاش كاين شي دراسه كتبت بان كورونا كتخرج بعد 8 الليل، شي علم دار شي بحث في هذا الاتجاه. كورونا كنتقل عن طريق البشر يحتك، ها هو البشر دابا كيحتك في هذه اللحظه. علاش ما تخناش حبسنا الخطر دابا في هذه اللحظه؟ دابا دابا كيفاش هذا المنطق هذا؟ وحنا كنقولوا الحكمه الجيده، وحنا كنطلبوا على المعقول، وكنطلبوا على الاحترام والصدق والافكار الوطنيه. اليوم هذا الشيء كامل كيتخربق علينا. انا واحد كنتخربق كنقول كيفاش غنعيش مع هذا البلاد؟ شنو من الفلسفه؟ وين نشدوا شي طريق نطلبوا بها باش نربيو ولادنا؟ كنلقاو شي ما خصكش تهضر. واش كورونا كتخرج 8 الليل؟ واش كاين شي دراسه؟ واش كاين شي علم؟ كورونا دابا كاينه مؤسسات تجاريه واسواق وكل شيء بنادم لاصق على بلاد دابا في هذه اللحظه. واش كورونا ما كتنتشرش دابا؟ وعلاش كورونا كتنتشر في الشوارع العامه ولا في وقفه احتجاجيه؟ هذا سؤال. كيفاش زعما دابا كيفاش دابا 8 الليل غتوقف غدا كورونا 8 الليل؟ انا بغيت نفهمها. اذا كانت كورونا كتنتقل عن طريق الاحتكاك والاختلاط وسميتو راه دابا راه كاين اختلاط غدا مع الثلاثه الكل، كيفاش هذا المنطق؟ كيما داك الشيء اللي كيدير 8 الليل بالنهار اللي كتكون الحركه قويه بزاف، دابا هادشي حركه قويه يسمح بالاختلاط وبالاسواق، مورا 8 الليل لا، مورا 8 الليل كيقل الحركه، اذا العدوى غتقل الحده ديالها. اي فلسفه هادشي؟ انا بغيت نفهم، انا اريد ان افهم. ماشي غتجي تنزل هكا، خاصنا شرح. ما فيها عيب، هادو مغاربه ماشي البهايم، هذا راه باشا راه هاد الحكومه اللي كاين في المغرب والمسؤولين كاملين كيعيشوا من الضرائب ديالنا كاملين. حنا كنخلصوا من جيبنا، انا واحد من هاد الناس كنخلص ضريبه 3000 درهم. علاش؟ باش نخلص البوليسي، نخلص الجدارمي، نخلص الوزير، نخلص هذاك الوكيل كتخلص منين ما خلصتكش انا الضرائب ما غاديش تكون انت. ببساطه شديده نبسطوا النقاش مال الانساني حق عليك تشرح لي وانا نخرط معك في اعتوري لمصلحه البلاد ونقول لك لا مالي حمق ولي لمصلحه البلاد، ولكن حنا ماشي البهايم. اش هو البهايم؟ هو اش قالك دير قرار؟ اسمح لي هاد اللغه نهضر بها، اسمح لك خذ قرار وزيد صحه صافي وحيد هذا صافي. لا باش نخارطو شنو كاين المشكل؟ كورونا خصنا شي دير، انا كورونا من 8 الليل كتخرج يعني شي حاجه معاه. ثانيا وكنطرح اسئله، واش مالين القهاوي وعدد من القطاعات اللي مساكن كيخدموا على الليل؟ شنو غنقدموا لهم؟ فلوس دعم؟ كاين اسر، كاين مساكن نادي القهوه، كاين الباترون، كاين اللي كيطيب، كاين المراه اللي كتوصل الكيسه لداخل، كاين واحد العدد فئات اجتماعيه عندها غادي يكون المغرب هي اللي كترزق الله. كاين قطاعات اللي كتعيش العام كامل عبر رمضان 11 شهر كتاكل من البردعه كما تيقولوا. شنو وجدنا لهم؟ القرار الامني سد غلاء اي مزيان، واش كاين شي تعويض؟ واش نقول صافي غير دخل سوق دارك وسد عليك الباب وموت؟ واش حنا مسؤولين كصحافه كحقوقيين كبرلمانيين كسياسيين كرجال دين كرجال تعليم كمؤطرين كفاعلين مدنيين، واش ما مسؤولينش امام ضمائرنا بعدا؟ حتى اللي كنقولوا ما كيعرفش الله ولا ما بغى يكون كاع مئام شغل قدام ضميره وقدام الوطن. خلقوا بدائل، خلقوا حلول، كذلك ديروا اجراءات اجتماعيه للناس. ماشي بنادم عاوتاني غلقاها واحد اللحظه يبقى عالي يشقط له يديرها في البشره صافي راه سوق بخاوي غنزيد قدام. لا ماشي خصو حل، خصو نقاش جدي في علاش كاين التجمع دابا في اسواق وفي بعض المؤسسات وفي قطاعات اخرى ما يتشافش. ها قهاوي كاين بلاد بلا كمامات عدد وكاين بعض المرات واحد المنطق هو الغالب، ها واحد دايز بلا كمامه وواحد دايز كيشدوا واحده بحال واحده كتعاود هذه البارح قنيطره شدوا مولات السيده ما دارش كم قدام لا نفس المشهد. شنو هي المعايير؟ وغندخل للموضوع الثاني ديال الاسئله. اسئله، شنو هي المعايير اللي كتخليك تعتقل هذا الاستاذ وما كتش الاستاذ الاخر؟ انا سؤال، شنو هي المعايير؟ مثلا ديك البنت اللي تشدت مهزوزه بحال مسكينه تصبح لها التشبيه ما كنبغيش نشبه مع احترامي ليها لادميجه. شنو هي المعايير؟ كانوا بزاف الناس واقفين تما، بزاف الناس محتجين، علاش كناخذوا هذيك البنت اللي هضرت على التحرش مسكينه واحد الوقت؟ لا يعقل. ولكن انا عاوتاني كنطرح اسئله، البارح هي كتقول تحرش ما تهي فيها حتى واحد، معي ثلاثه واحد، اليوم كتبان لي مهزوزه بربعه واصرار عليها مقطوعه يعني كاين جيبوا هذيك، لان كاين اصرار القدر واحد اللحظه كنزيدوا كنبغيو نفركتوا لهم، حنا شنو رجال الامن كيفاش كندخلوا؟ كيشوفوا القضيه صافي كيدفع شويه حسن معاك، لا هذا كاين اصرار يعني جيبوا هذيك جيب لي هذيك. هو ان يتعطى الاذن بان الاستاذات يتعرضوا للتحرش الجنسي. الولوج على الوظيفه العموميه هو حق لكل مواطن مغربي الجنسيه بحسب القانون الاساسي، ألسنا مغاربه الجنسيه حتى يتم ركلنا رفسنا، يتم يعني ممارسه شتى اشكال وانواع القمع في حقنا، اعتقالات عشوائيه في حق الاساتذه يعني الان بالرباط يعني وكاننا لاجئون في هذا الوطن. واش معروفه زعما؟ شنو هي زعما الرساله اذا كانت مستهدفه؟ شنو هي الرساله؟ بس زعما المره الاخرى اللي وقعت له شي حاجه ولا تحرش مثلا ما يبقاش يهضر مره اخرى، زعما هذا ميساج زعما وغيوصل وغينجح. كيفاش واحد السيد يقول لك تعرض للتحرش المغاربه؟ انا تعرضت للتحرش بلا اعتبرها السيد، ما بغيتش نقول شي مسؤول باش ما نتسماوش كان احترام ليكم، اعتبرها كما كتقول التحرش هي تحرشت على عصا وقاصه في مجال. شنو هي رفقا بالقوارير؟
لا يجوز المسألة مثلا كتقول ما استمعوا لها ما حقوا معاها ما تصنتوا لها ونهار جات توقف تشدت كيفاش زعما تشدت هي زعما ديك البنت هي اللي تشدت البنت مسكينة كتهضر الله القهار تقدر تكون اختي واختك تقدر تكون امي وامك تقدر تكون هذيك السيدة ومستقبل عاتولي ام هذيك كنت حيت ماشي امي ولا ماشي اختي صافي هذيك كنت ما خارجاش تشكك في التوابيت ولا كتضرب خارجة تقول لك انا بغيت نخدم في الوظيفة العمومية صافي انا كنطرحوا الاسئله بالله عليكم المغاربه سؤال كانوا الصحفيين تما يعني بالمئات والبوليس كيصوروا بالمئات بغينا شي صوره ولا فيديو ديال شي استاذ كيمارس العنف ضد الرجال هذا سؤال صوره كيما كنشوفوا فيديوهات حتى فيديو ما فيها عيب للصحافه كنشوفوا بوليسي مهرس بوليسي الله يحسن كنضامروا مع اي واحد قاص ولا مزيان وما غنشككش نقول حق راه بغى يدخلوا حتى كعف يدخل توطح لا لا زيد انا ما نشككش في شي واحد انا سؤال كيف الصحافه كتصور والبوليس كيصور وما قدرناش نجيبوا فيديو ولا صوره ديال العنف ديال شي استاذ كيمارس عنه ولا معلم صوروا باش نسدوا الفهم هاك اذا عندنا الكاميرا عندنا الاله لو ما كانش الكاميرا باش نصور اه ما عندناش باش نصور كان داكشي عندنا الاله كتصور صورنا البوليس مضروب ولكن بغينا نصوروا شي واحد كيضرب بغينا صوره شي استاذ كيضرب بغينا صوره وعطيوها لينا حنا نشروها هذا سؤال كنطرحوه بغينا فيديو كيضرب شي رجل تعليم كيضرب وصلت بغيت نوصل لواحد النقطه في غايه الاهميه دابا تذكرتها وانا كنهضر في هذا الموضوع هذا خاص وهذا مشكل المشرع صراحه خاصنا نلقاو شي حل الخوت داكشي اللي ديال المحاضر حيت دابا المحاضر ديال الجنايات في الجنايه ماشي هو المحضر في الجنحه تيقول لك المحضر واحد الماده اللي ما خانتنيش الذاكره اعتقد 290 قانون السجنيه كتقول لك المحضر في الجنايه بالنسبه للاخوان اللي عندهم الجنحه كتكون من 5 لتحت والجنحه فيها الضبطيه وفيها التاديبيه الضبطيه ما كتفوتش عامين التاديبيه كتوصل لخمسه الجنايات كتوصل حتى للاعدام تيقول لك المحضر اللي كيديروه الشرطه في الجنحه كتكون عنده حجيه الا بغيتي تريبو جيب لي اخويا ما يتبيت عاد ريبو لك مادام ما جبتيليش انت المتهم باش تريبو انا كقاضي غناخذ منين اللي قالوا الضباط كتبوه غنستعملو ملي كتقول لي انت المحضر ديال الشرطه اللي قالوه هو اللي كاين مزيان اش كنفترض انا ان الشرطه خصهم يكونوا اناس منزهين ما كيغلطوش الشرطه ولا دارك ملكي ما كيهمناش المهم الشرطه القضائيه فيها بجوج مزيان وكيقول لك بحال واحد المره كيدير لك القضاه تيقول حيتو ان الشرطي محلف هذه من اغرب ما كنسمع في حياتي لا يقبلها العقل علاش كما انا ملي غنسمع وكيل مثلا قاضي تشد 100 مليون قاضي المغاربه قاضي شد 8 مليون ومتلبس ما بغيتش نجبد الاسم لان القضيه فاتت يعني عجبت قاضي اخر كتقول شديتو ب 60 كتقول انت كاين نائب وكيل الملك شديتو في عصابه اجراميه في محمدي نائب وكيل تبعوني مزيان وبغينا الابعاد ديال الكلام ديالي باش نتفاهموا نطرح السؤال بصيغه اخرى باش نقرب الصوره للمتتبعين هذاك وكيل الملك اللي دابا في عصابه اجراميه شحال من متابعه دار العباد الله داهم الحبس اذا شنو هذوك الشرطه دابا اليوم اللي كيتابعوا التزوير انا زوروا محضر دابا حيتحصلوا في الحبس ولكن عدد من الناس تابعوا بمحاضرهم داك القاضي اللي دارهم كيقولوا بناء على المحضر وحيتو الحجيه ولكن دار مزور ها هو بان مزور اذا واش بغيت نقول مع هذا كله جوهر الاصلاح اليوم بعد ما كناقشوا هذا الشيء خص اعاده نظر المشرع في هذه العمليه ديال ان هذا المحضر عنده حجيه ايوا اليوم حنا في عصر التكنولوجيا والاجبار الرباط خاصها تكون كلها كاميرات لا يعقل العاصمه خاصها تكون كلها كاميرات جميع المدن المغربيه خاصها تكون كاميرات هذا الشيء كيف الدول كاين الكاميرا وليني بنادم كيضرب صافي سارينا معك النقاش اخويا حريه الناس هذه واخا تقاسي راه ما باقيش بالدم ما فات حيت سمعتي شيطانك خايب درتي افاك